طيب، بدأنا المحاضرة الماضية نحكي على الإحصاء بشكل عام واستخدامها في تحليل البيانات، وحكينا إنه باختصار شديد إنه ممكن إنه أنت تستخدم مقاييس النزعة المركزية أو Central Tendency عشان توصف البيانات تبعتك. يعني باختصار إنه أنت بتستخدم الإحصاء عشان توصف البيانات تبعتك، عشان تعمل ديسكرايب للبيانات. كيف بدك تعمل ديسكرايب للبيانات؟ من خلال نقطة أو مجموعة من النقاط اللي هي المين أو الميديان أو الفاريانس أو أي مقياس من هدول المقاييس. تمام؟ شفنا كذلك إنه المرة الماضية إنه كيف انه انا ممكن استخدم اسلوب الفرضيات، انه انا بقدرش انه انا اعمل قياسات على البوبيوليشن. اوكي، شفنا كذلك المرة الماضية كيف إنه أنا ممكن إذا ما كنتش قادر إنه أطبق كل ال يعني القياسات على كل البوبيوليشن، وإنه أنا باخد منها عينة بطبق القياسات عليها، وبعدين بروح بفترض إنه كل البوبيوليشن إنه هاي القياسات تبعتها. يعني باخد عينة بحسب المتوسط لإلها، لأنه مستحيل أحسب المتوسط لكل البوبيوليشن، وعلى هذا الأساس بفترض إنه بسقط هذا الإشي على التوتال بوبوليشن. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل في الإحصاء الوصفي اللي بدنا نستخدمه، وخلينا عشان نحاول إنه احنا نطبق عملي، فحنحكي على الفريكوانسي ديستريبيوشن. سجلت السجل مسجل. سجل نعم، شككني في المسجل. فالفريكوانسي ديستريبيوشن، حقيقة الفريكوانسي بعد ما احنا نعمل تجميع للبيانات، اول خطوة انه انت لازم ترتب البيانات تبعتك وتعمل سمبليفاي للبيانات عشان يكون في عندك يعني جنرال اوفر فيو للنتائج تبعتك. واحدة من الطرق هذه، طبعا هذا يعني احد اساليب الاحصاء الوصفي، انه انت عندك تستخدم الفريكوانسي ديستريبيوشن. تمام؟ الفريكوانسي ديستريبيوشن ببساطة شديدة انه انت بتروح البيانات انت عندك اللي فيها مجموعة من الكاتيجوري، لانه احنا اخذنا انواع المتغيرات المحاضرة الماضية، حكينا انه انا في عندي متغيرات باختصار نوعين، نومينال ونيوميريك. في النومينال ممكن يكون في عندي اكثر من فئه، فالفريكوانسي ديستريبيوشن بتروح انت لك في لمتغير معين كل فئه، انه انت بتروح بتحسب الفريكوانسي لإلها وبتوجدها كحصه او كبرسنتج من التوتال بوبيوليشن انت عندك بهذا الشكل. تمام؟ فالفريكوانسي دي تيبل يعني مهم جدا، وراح يكون في انت عندك على الأقل عمودين. العمود الأول إنه أنت عندك المتغير نفسه، تمام، السكيل بالإضافة للفريكوانسي تبعه بهذا الشكل. تمام؟ طيب، عشان إنه أنا بس بدي أستخدم أداة
عشان اوضح الكونسبت، يعني مش مطلوب منكم انه انتم تطبقوها يعني. فهستخدم الباور بي اي، تمام؟ فالباور بي اي انا يعني بقدر انه اجري عليه عمليات بشكل كتير، خليني احفظ انه عشان يكون موجود عندكم. الباور بي اي يعني برنامج انه انتم ممكن انه انتم تنزلوه مجاني يعني. كيف؟ هذا الاشي وهذا الاشي. صحيح. تمام. حكيت الباور بي اي يعني زي ما حكيت انه الهدف من انه انا اشرح لك على البرنامج هذا، انه انا بدي اوضح لك ايش معنات انه انت بتعمل فريكوانسي تيبل، كيف راح يكون شكل البيانات لما انت تعمل فريكوانسي تيبل. فالباور بي اي بمكنك انه انت تتصل بعده مصادر من البيانات، زي ما انت شايف هنا، هاي في عندك عده مصادر. ممكن انه انا يعني اختصر عليك لانه هنا حطيت لك اياهم على شكل فئات. فهنا انه انت ممكن انه انت تجيب البيانات على شكل فايلز، وهذا اللي احنا حنتعامل معاه في هذا الكورس، انه انا حزودكم بالداتا سيت انه هي حتكون على شكل فايلز. في ممكن انه انت تتصل بقواعد بيانات بشكل مباشر، وزي ما انت شايف انت في عندك قائمة طويلة في معظم الداتا بيزز اللي موجودة في العالم، سواء كانت اي بي ام، دي بي 2، اوراكل، ماي سيكوال، ماريا دي بي، الى اخره من قواعد البيانات اللي موجودة. تمام. فهجيت انا هختار انه انا بدي اجلب بيانات من سي اس في فايل، فهي حعمل كونكت. فبروح بحكي لي انه انا بدي احدد وين الداتا سيت تبعتي. الداتا سيت تبعتي موجوده هنا، وخليني احمل على سبيل المثال، خليني أحمل الجولف داتا سيت، أو خليني أحمل هاي الجولف. أوكي، فهذه الداتا سيت مكونة يعني داتا سيت كتير كتير يعني صغيرة، مكونة من 14 سجل، كم عمود فيها، اللي هو الأوتلوك يعني حالة السماء، صني ولا أوفر كاست ولا ريني، تمام، temperature درجة الحرارة بالفهرنهايت، humidity الرطوبة، الويند، وهنا آخر عمود أنت عندك بلاي يس ولا نو. يعني بناء على حالة الطقس إنه إحنا سجلنا إنه بناء على حالة الطقس إنه تم اتخاذ قرار إنه نلعب جولف أو ما نلعبش بناء على ظروف الطقس يعني. تمام. فهي بعمل لود للديتا سيت. فأنت فعليا في الباور بي آي تظهر انت عندك الداتا سيت هنا يفترض، فهي الجولف داتا سيت، فهي الاعمده انت موجوده عندك بهذا الشكل. هجيت انه البرنامج انت يعني مكون انت عندك يعني ثلاث مناطق. طبعا المنطقه الاولى اللي هي الفيجوال، انه انت بتعرض فيها الفيجواليزيشن تبع البيانات تبعتك. المنطقه الثانيه اللي هي الداتا سيت نفسها، تمام؟ فهي انه انت بتقدر تحدد لو كان في عندك اكثر من تيبل، بتقدر تحدد التيبل وتقدر تتفرج عليه هنا. والمقطع الثالث اللي هو الداتا موديل اللي بتقدر تحدد فيه يعني العلاقات، لو كانت انه في ريليشن ممكن انه انت تبني ريليشن، لو كان في عندك اكثر من داتا سيت من اكثر من ملف ممكن تربطهم مع بعض. فاحنا خلينا في المنطقه هذه في الجولف داتا سيت، انه انا بدي اجيب على سبيل المثال الاوتلوك، باخذ الاوتلوك زي هيك، تمام، وخليني اكبر. فهي المقصود انه انت يكون عندك الميجرمنت او السكيل، انت عندك المتغير تبعك اكس، فانا حطيته دراج ودروب زي هيك، بروح باخد دراج ودروب كمان مره، تمام، فهي انضاف هنا. فلاحظ انه الكولومز هي موجوده انت عندك هنا، شايفهم في المنطقه هذه، تمام. فهنا انت عندك الاوتلوك والاوتلوك، هي بتقدر انه انا اشيل واحده منهم زي هيك، وبقدر انه انا اخذ واجيب احطه زي هيك. هجيت من هنا بقدر انه انا اجيب السمري او ديسكريبتيف ستاتستكس اللي انا بحكي عنها، اللي هي عباره عن الكاونت، تمام. هذا الفيرست، انه بعرض لك الفيرست فاليو واللاست فاليو والكاونت ديستينكت
بيعدل لك القيم، كم قيمة ديستينكت انت عندك. يعني على سبيل المثال انت عندك الاوفركاست والريني والصني، انه بيعدل لك كم ديستينكت فاليو موجودة عندك. انا بديش هذا الكلام، انا بدي الكاونت. تمام، فهنا الكاونت انت عرض لك انه الاوفركاست انت عندك 14 سجل زي ما ذكرت لك، فبالتالي الكاتيجوري هاي جاب لك الفريكوانسي تيبل. هذا بنقدر انه احنا نسميه فريكوانسي تيبل. تمام، بتقدر انه انت تاخذ فكرة انه قديش انت عندك في متغير معين قديش توزيع البيانات كفريكوانسي. فانا عندي 4 سجلات اوفركاست، 5 ريني وخمسة صني بهذه الكيفية. هذا الكلام برضو انه ممكن اقلب هذا الكلام انه انا احسب يعني ك يعني كنسبة مئوية يعني. كيف؟ صحيح، انت عندك هيو، ارجع لي على الداتا سيت زي هنا هيك. تمام، بقدرش اعمل زوم هنا. تمام، لكن انت عندك الاوتلوك هذا، انت في عندك 3 كاتيجوري. يعني انت عندك في هذا اليوم كان الطقس صني، درجة الحرارة 85، هيوميديتي 85، الويند فولس بلاي نو، هنا صني وهكذا. تمام، انت تعال تطلع في الاوتلوك، انت في عندك 3 كاتيجوري اللي هو عفوا في الاوتلوك في عندك 3 كاتيجوري اللي هي صني والاوفركاست والريني. تمام، 3 حالات انت عندك للطقس. فزي ما حكيت لك انه انت ممكن انه انت تحولها كنسب مئوية. تمام، وهي المقصود هنا لما باجي انا بحكي لك انه انت في فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل، بس عشان انا اوصل لك الكونسبت هذا انه ديسكريبتيف ستاتستكس، انه انت بتيجي بتقول انا والله عندي في الداتا سيت تبعتي في عندي ميل وفي ميل، قديش انا عندي ديستريبيوشن تبع الميل وقديش ديستريبيوشن تبع الفيميل. فلازم تحسب فريكوانسي تيبل عشان تقدر انه انت تشوف النسبة المئوية او كفريكوانسي. وزي ما حكيت لك هنا انه انت ممكن انه انت تعرضه انه انت تعرضه زي ما حكيت لك انه كبرسنتج من الجراوند من الجراند توتال. تمام، او نو كالكوليشن، او نو يعني انه كالكوليشن اضافيه، فبروح بحسب لك اياها كفريكوانسي بهذا الشكل. تمام، ناخذ داتا سيت ثانيه، انه انا ممكن انه بما انه بنحكي على الميل والفيميل على سبيل المثال، فخليني اجلب داتا سيت ثانيه، والداتا سيت هذه اللي هي الكوفي داتا سيت. في الكوفي داتا سيت انه يعني بيسجلوا الديفلوبرز انه هو قاعد ببرمج، واجهه بج، لا مش هاي، واجهه بج معين، فهل انه لو شرب قهوة البج حينحل ولا لا. طبعا هنا في ديستريبيوشن انه الميل والفيميل كوفي اند كود. تمام، فهي حملت الداتا سيت، هذه اكبر شويه الداتا سيت يعني مش كتير يعني. تمام، فهي التيبل الثاني بعرض هنا، ما فيش ريليشن بيناتهم. يفترض انه انا كل داتا سيت انه اعملها في بروجكت لحال، لكن انه هنا هيني عملت بيج ثانيه بس عشان اعرض لك انه الجندر، ممكن انه انا اعرض لك اياه كتيبل. الجندر اكيد انا في عندي ميل وفي ميل، ما فيش حاجه ثالثه عندي. تمام، لا ما فيش. تمام، فممكن ان انا اضيف كمان مره العمود هذا، اسحبه زي هيك واجيب الفريكوانسي تيبل، ان انا بجيب الكاونت. فبالتالي انا عندي الديفلوبرز عندي 26 فيميل و74 ميل. واضح انه هذه النسبه يعني بتعكس الواقع، يعني انه انت عندك الناس اللي بيشتغلوا كديفلوبرز انت عندك الميلز اكثر من الفيميل. تمام، على عكس التصميم مثلا على سبيل المثال، ممكن انت تلاقي في الفيميلز اكثر من الميل. فهذا انت ممكن انه انت تعرضه زي هيك. دحين في الاول صنفت على حسب الجنس، بعدين صنفت على العدد، مش صنفت، ما صنفت، خلينا نسمي الاسماء بمسمياتها. انا مجرد انه انا حملت داتا سيت هيها، تمام، اخذتها من مصدر سي اس في فايل. الداتا سيت هذه بيظهر لك اياها كاعمده. تمام، الباور بي اي بتتيح لك انه انت تعمل السمري تيبل تكتين على طول، بس عشان افهمك
او اوضح الكونسيبت تبع الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. ايش الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل؟ بيحتوي على الاكس المتغير تبعك اللي هو العمود، السكيل تبعك او الميجرمنت الفاريبل تبعك، بالاضافه لعمود ثاني للفريكوانسي. ممكن يكون في عندك العمود هذا بدل الفريكوانسي نسبه مئويه. فانا بس بدي اوضح التول الكونسبت هذا، فاستخدمت التول هذه بشكل سريع. تمام، ممكن هذا الكلام اعمله بالكود، بس خليني موضوع الكود خليني اخده دفعه واحده، يعني بعد ما اخلص الاشياء هذه النظريه بدنا نطبق بشكل عملي. حنستخدم الباندز داتا فريم، وحوري لك انه في سنجل لاين اوف كود انه انت ممكن تجيب الفريكوانسي تيبل اللي انا حكيت لك اياه بسطر واحد في البايثون. تمام، مكتبه الباندز بتتيح لك هذا الشيء بشكل سريع. لكن سريعا هنا عشان نفهم الكونسبت، عشان هيك انا بحكي لك التول هذه مش مطلوبه منك انه انت تتعلم عليها في هذا الكورس. تمام، انا بس بدي اوضح لك الفريكوانسي تيبل كيف شكله، انه انت تشوفه بعينيك من الداتا سيت تبعتك. هي الداتا سيت هذه عباره عن 100 سجل، هيها الداتا سيت هذه عباره عن 100 سجل. تمام، هيو انت عندك الكوفي تايم. الكوفي تايم ايش رايك انه انت كيف بدك تتعرف على الداتا سيت؟ فعليا انت بتتعرف على الداتا سيت انه انت من خلال انه العمود هذا الكوفي تايم كم كاتيجوري فيه. بس مجرد انه انت بتجيبه زي هيك بروح بجيب لك انه هيو افتر كودينج، متى شرب قهوه الديفلوبر هذا؟ بعد الكودينج ولا all the time طول النهار وهو يشرب قهوة، ولا before and while coding، ولا before coding، in the morning، no specific time، while coding. فبالتالي انه هي توزيعة الاوقات اللي بيشرب فيها القهوة. هاجيت بدك تشوف الفريكوانسي تبع كل واحدة، ببساطة انه العمود هذا بتحطه زي هيك وبتحط count بهذا الشكل بس. تمام، كل هذا اللي احنا بنسميه بالعربي الجدول التكراري. بالضبط، الله ينور عليك. اوكي، فبالتالي انه وايل كودينج انت عندك اكثر نسبه 61%. بتحب تعرف شو نوع القهوه؟ الفكره في الموضوع هنا في السمري في الداتا انه انت توصف البيانات تبعتك، هجيت تطلع لي على البيانات. لو اجيت قلت لك انه ايش نوع القهوه الاكثر شيء، تعال اطلع هنا، انا عارف انه الخط صغير بس انت عندك هنا حقرا لك اياه. كافيه لاتيه، امريكانو، نسكافيه، نسكافيه، تركيش كافي. ايش اكثر كوفي انه بتنشرب؟ بدي تخبرني هذه المعلومه من البيانات. تمام، كيف بدك تجيب المعلومه هذه؟ فريكوانسي تيبل، هاي المقصود في الموضوع، هذا ديسكريبتيف ستاتستكس. فخلينا نجيب المعلومه هذه، خليني افتح صفحه جديده وهنا اجيب الكوفي تايب. تمام، هيو عرض لك اياهم زي هيك انواع القهوه كلهم. ايش اكثر قهوه بتنشرب؟ خلينا نشوف التكرار تبعها. بجيب نفس العمود وبقول له هنا بدي الكاونت. فبالتالي اكثر قهوه بتنشرب يا سيدي العزيز نسكافيه. هاي ممكن انه انت ترتبهم ترتيب تنازلي. تمام، حاجات الفريكوانسي تيبل ممكن انه انت تعمله مركب، انه انت تحط فيه اكثر من متغير. تمام، حاجات بدك تشوف الميل ايش بيشرب اكثر والفيميل ايش ايش بيشرب اكثر. حسب التايم بالضبط، انه انت ممكن انه انت تعمل الشغله هذه وانه انت تدخل هذا الكلام في الموضوع انت عندك وتطبق الفلتر على هذا الاساس يعني. تمام، بالضبط بالضبط البايفت تيبل. تمام، حكيت انت لو بدك تدخل موضوع الجندر ممكن انا ادخله زي هيك، احطه هنا في النص زي هيك، فبتلاقي انه كل سجل لانه انا مرتب ترتيب تصاعدي، فبدي ارجع ارتب حسب الكوفي تايب، فحتلاقي انه كل قهوه مكرره مرتين، مره للفيميل ومره للميل. تمام، بالضبط، فبالتالي انه هنا الامريكان كوفي انه الشباب بيشربوا اكثر يعني من البنات، البنات الفيميل. كيف؟ الامريكانو فقط فيميل. الامريكانو فقط فيميل، بالضبط. ال
النسكافيه الفيميل اكثر، لا الميل اكثر. تمام، التركيش فيميل 2 فقط. تمام، وهذه انه 17 هي القهوة الحقيقية يعني. بالضبط يعني، فممكن انا احول هذا الكلام انه كنسبة مئوية. تمام، فبصير انه قد ايه يعني بالنسبة انه الميل والفيميل قديش انه هو كنسبة مئوية يعني، فبيبين انا عندي هذا الشيء. تمام، وضحت شو معنات انه فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل، وكيف انه هي مهمة جدا في وصف البيانات. كيف بدك توصف البيانات؟ انت في عندك بيانات، هاي في عندك بيانات جديدة بالنسبة لك ما بتعرفها قبل هيك يعني، هيك تعرفت عليها من خلال الفريكوانسي تيبل. تمام، طبعا هذا الكلام انه زي ما حكيت لك انه يبقى الفيرست كولوم انه هو عبارة عن الاكس، السكند كولوم هو عبارة عن الفريكوانسي، وهنا بيقول لك انه الثيرد كولوم. تمام، ممكن يكون انت عندك البروبوشن انه قديش انه كنسبة مئوية انت عندك. تمام، فبالتالي يعني انت بتعرض العمود الثالث انه كنسبة مئوية. تمام، اوكي. طيب الجروب فريكوانسي تيبل هذا اللي انتو حكيتوا عنه، انه انت ممكن انه انت تعمل جروب للبيانات انه على حسب انه بتدخل عمود او متغير تاني بهذا الشكل. تمام، ممكن انه انت على سبيل المثال انه انت تعمل عمود انه يكون النيومريك انت عندك، انه انت تروح تحسب انترفال. تمام، لانه على سبيل المثال انه انا بدي اشوف تكرار العلامات، انا عندي العلامات علامات مساق معين، قديش العلامات انت عندك؟ 30 70 73 83 90. فانت بتقدرش انه انت تحسب الفريكوانسي ل 83، بينفعش انه انت تحسب الفريكوانسي ل 84. فانت بتروح بتقسم البيانات انت عندك لانترفلز. تمام، بتقول من 70 ل 80، من 80 ل 90، او بتقسمها خمسات من 70 ل 75، من 76 ل 80 وهكذا، وبتحسب الفريكوانسي لكل واحدة. تمام، نيجي الان لموضوع الجراف. خلقيت هذا الفريكوانسي تيبل ممكن انه انت تمثله بشكل بياني عشان انه انت تستوعب البيانات انت عندك بشكل كتير بالضبط. هيستوغرام او باي تشارت على شكل دائرة يعني، عشان انه انت تعرض النسب المئوية. وزي ما حكيت لك انه انت بتقدر انه انت تسوي هاي الشغلات بالاكسل. تمام، هنا على سبيل المثال توزيعة الاوفركاست، هذا زي ما حكيت لك لانه هذا عبارة عن يعني انه انت بتعرض في الفيجوال. فالتيبل هذا خليني اخذ منه نسخة منسخه زي هيك، لانه هو ححوله، هو نفسه ححوله، بس بعلم عليه زي هيك وبضغط هنا على الباي تشارت. فبالتالي هنا بصير في انا عندي فيجوال انه قديش انا عندي النسب المئويه. فبالتالي انت عندك هنا هيو بعرض لك خمسه عباره عن الكاونت، وبعرض لك نسبه مئويه لكل واحده، لكل فئه من الفئات تبعتك هاي بهذا الشكل. تمام، او ممكن ان انا اعرضه على شكل بارز، فحيكون شكله بهذا الشكل. تمام، حيكون عندك عمود، وكل عمود انه انت الارتفاع تبعه بيتناسب مع التكرار تبع الفئة هذه بهذا الشكل. تمام، اوكي. فبالتالي زي ما حكيت لك انه انت عندك هي العلامات، انت عندك اكس الفريكوانسي تبعها او يعني الخمسه الفريكوانسي تبعها مرتين، اربعه ثلاثه، وهذا انه انت تحوله على شكل انترفال من 44 ل 45 قديش الفريكوانسي، من 42 ل 43 قديش الفريكوانسي، وبتعمله على شكل هيستوغرام بهذا الشكل. تمام، ممكن انه انت تعمله على شكل
بوليجون زي هيك، انه انت بتكون عندك مجموعه من النقاط وانه انت بتوصلها بهذا الشكل في حال انه البيانات انت عندك كانت انه هي انيوميريك. طبعا هذا الكلام انه انا ممكن اسوي لك اياه، بدي اخذ يعني انا عندي هنا الكودينج ايج، انا مش عارف انه هو عباره عن فئات، لا فبدي اشيله، فبدي اخذ من الجولف داتا سيت، بدي اخذ على سبيل المثال الرطوبه، تمام؟ الرطوبه هذا بدي احول لك اياه على شكل، هنا حاطط لي اياه على شكل سم، بقول له دونت سمرايز. تمام. هذه البار تشارت لما تكون انت في عندك فئات، يبقى الهيستوغرام وقت ايش انت بتطبقه؟ لما تكون انت عندك البيانات النيوميريك، تمام؟ والبار تشارت لما تكون انت عندك البيانات تكون كاتيجوري، فانت عندك الكاتيجوري A وB وC، فبالتالي انت بتعرض الفريكونسي تبعها على شكل بار، تمام؟ طبعا الريلاتيف فريكوانسي هنا انت بتعرضه كنسبة مئوية، يعني انه يعني قديش انه انت عندك انه هذا الاشي كنسبة مئوية يعني، فبالتالي البار بيمثل النسبة المئوية. هل جيت الكيرفز هذه ممكن انه انت تعملها سموث، تمام؟ هجيت الجرافز هذه على سبيل المثال، يعني هذا الاي كيو سكور، اي كيو سكور انه هو اختبار قياس الذكاء، الانتليجنت كوشنت سكور او الانتليجنت كوشنت تيست، فبالتالي انه هو بيقيس لك انه هو مقدار الذكاء، فبالتالي التوزيع تبعه يفترض انه يكون توزيع طبيعي، تمام؟ فحكيت التوزيع الطبيعي للبيانات لما تكون انه هي عبارة عن نمبرز، مهم جدا انه انت تطلع على انه الشيب هذا هل هو سيمتريكال ولا مش سيمتريكال. بمعنى اخر يعني اذا كان انت عندك التوزيعة بهذا الشكل، تمام، معنى ذلك انه انت في عندك تو سنترال بوينتس، معنى ذلك انه انت في عندك كيف يعني منطقتين بتركز فيهم بس بالضبط بتركز فيهم البيانات يعني. او مثلا على سبيل المثال لو انت اخذت علامات الطلاب، ممكن انت لو لقيت انه المركز هذا اللي هي العلامه 60، فبالتالي انه معظم الطلاب عند ال 60، فبالتالي انه وكانه بعباره اخرى انت بتقول انه الطلاب معظمهم يا ماخذين 60 يا ماخذين 90 بهذا الشكل، هاي انه يكون في عندك اكثر من سنترال بوينت انت عندك. هجيت انه هذا مش سيمتري، هذا مش سيمتريكال وهذا مش سيمتريكال، تمام؟
هذا انت في عندك انحناء بوزيتيف وهذا في عندك انحناء نيجاتيف بهذا الشكل يعني، وكأنه المنحنى صار له انجذاب نحو هذه الفئة هذه الجهة، وهذا انه البيانات انت عندك انه رايحة ناحية هذه الفئة. تمام، نيجي لموضوع البرسنتايل. البرسنتايل اللي هي المقين، فاكرين المقين يا شباب؟ المقين، نعم، ايش بتعرفها؟ اللي ايش البرسنتايل؟ حكيت البرسنتايل، خليني انه يعني اعمل لك هذا الكلام من خلال وممكن تطبق معايا لو حبيت. أنا هنا هشغل الفيجوال ستوديو، تمام، أو الفي اس كود، و بدي أفتح وين موجود. أنا عندي البروجكت، فبختار أوبن فولدر. وين موجود؟ أنا عندي على الدي، على الجيت ريبو، على هذا المستودع. أوكي، تمام. طبعا المستودع زي ما انت شايف انه انت عندك هو نفس المستودع تبع الجيت هاب. انت في عندك هنا على السلايدز وفي عندك ملف الباور بي اي هذا، هاني بدي احفظه واسكره. تمام، وعندك مجلد النوت بوكس وعندك مجلد الداتا سيتس، تمام، عشان انه احنا بدنا نستخدم الداتا سيتس هذه في الشرح. فحكيت انا هعمل نوت بوك جديد، فهختار هنا حفت يعني هعلم على مجلد النوت بوك، وهختار نيو واكتب اسم النوت بوك، فبدي اسميه بلاي جراوند 1 اي بي واي ان بي. طبعا سميته بلاي جراوند لانه يعني ما فيش بالي انه بروجكت معين، انا بس بدي اشرح فيه جزئية البرسنتايل. ممكن اعمل له رينيم لاحقا، والاي بي واي ان بي هو الاي هي انتراكتيف، بي واي بايثون، ان بي نوت بوك، فبالتالي هي الاكستنشن اي بي واي ان بي. فبفتحه زي هيك. النوت بوك انه هو فعليا عبارة عن أداة برمجية، وبتقدر تعتبر انه هي اعظم أداة برمجية تم تطويرها في ال10 سنوات الماضية، لأنه في مكان واحد أنت بتقدر تكتب نوتس وبتكتب وبتقدر إنه أنت تكتب كود في مكان واحد. فعشان هيك إنه يعني الأداة هذه كتير إنه هي مهمة وكتير إنه هي مفيدة، إنه أنا أكتب ملاحظات فيها وفي نفس الوقت إنه أنا أعمل رن لكود. هذه ميزة. الميزة الثانية انه النوت بوك هذا النتائج تبعته بتنحفظ في النوت بوك نفسه، فبالتالي لو انا بدي اياك انه انت تطلع على النوت بوك هذا انه انت تشغله، ما فيش، او انه انت تشوف النتائج، ما فيش داعي انه انت ترجع تفتحه وتشغله تاني، وخاصة إذا كان التشغيل بياخد وقت كتير كبير. فافترض إنه أنت عندك على سبيل المثال أنت عندك موديل، الموديل هذا إنه ضليتك إنه 3 ساعات إنه أنت تعمل له تريننج وعملت لي نتائج الإيفالويشن تبعته، فأنت ممكن تحفظ النوت بوك هذا وأنا أقدر أفتح النوت بوك وأشوف النتائج بدون ما أعمل إعادة تشغيل. ففعليا المزايا تبعته كتير مفيدة. إحنا اتفقنا المرة الماضية إنه أنت تنزل بيئة الأناكوندا،
تمام. بيئة الأناكوندا لما تيجي تشغل النوت بوك يفترض إنه أنت تختار الانفايرومنت اللي انت بدك تشتغل عليها، تمام. فانت ممكن تختار البيز، البيز بيجي معاها كل اللي انت بلزمك عندنا في اللايبراري، البانداز والنمباي والسايبي، ما فيش داعي انه انت تنزلها. فبختار انا البيز زي هيك، فانا اخترت الكيرنل، ايش اللي انا حشتغل عليها، ايش بيئة البايثون اللي انا حشتغل عليها. طبعا اول شغلة بدي اسويها بدي اعمل الامبورت للباكج تبعي، بعمل امبورت بانداز as bd، تمام. وبعمل كنترول انتر عشان تتشغل السيل هذه. فهذه السيل زي ما انت شايف هذه السيل هي عبارة عن كود، فانا ممكن اضيف سيل للكود وسيل للمارك داون. المارك داون هي اللي انا بكتب فيها الملاحظات تبعتي، فانا بدي اضيف هنا سيل للمارك داون هنا وبدي اكتب الملاحظة، تمام، اسمها import libraries بهذا الشكل. فبالتالي انه حطيت ملاحظه انه انا بشرح فيها ايش حيكون محتوى السيل اللي تحت انه انا بدي اعمل فيها امبورت بهذا الشكل. طبعا لاحظ انه انت عندك انا لو بدي اعمل هيدنج بعمل هيدنج من خلال الهاش هذه. ف لو بدي اعمل هيدنج مستوى زي ما انت اخذت في الوورد بالضبط، زي ما او زي ما بتستخدم في الوورد، انت في عندك اتش 1 اتش 2 اتش 3 او الهيدرز مستويات، فانت بدك تعمل المستوى الثاني من الهيدر، فانت بس مجرد انه ببساطه بتعمل تو هاشز. لاحظ انه هي زغرت شويه. بدك تعمل مثلا نقاط، تمام، فانت ممكن انه انت في المارك داون انه انت تحط النقاط هذه على شكل نجم زي هيك، ستيب 1 ستيب 2 وهكذا، تمام. فانت لما تشغل بروح بعمل لك اياها ريندر على شكل نقاط. فهي الملاحظات كلها، وممكن تعمل تيبل وممكن تعمل اللي بدك اياه، اي فورماتنج، تمام، مش موضوعنا هالجيت. فحنرجع لموضوع المارك داون او النوتس هذه فيما بعد، بس الان انا بدي اشرح البيرسنتايل. فهذه يعني انا عرفتك على البيئه بشكل سريع، تمام. عملت امبورت ل مكتبة اسمها البانداز، فهنا أنا بكتب جملة الإمبورت اسم المكتبة as bd، هذا عبارة عن alias اسم مستعار. فجوا في الكود أنا عندي بدل ما أنا أقعد أكتب بانداز دوت مش عارف إيش، فعلى طول بستخدم الاسم المستعار bd دوت بهذا الشكل. هجيت الخطوة الثانية بدي أكتبها على شكل ملاحظة برضو اللي هي load dataset. أنا بشرح أنا إيش بعمل، أنا عندي في النوت هنا، وهنا بروح بعمل سيل جديده فيها كود وبكتب هنا انه دي اف. دي اف هو عباره عن داتا فريم، داتا ستراكشر مستخدم في البايثون للتعامل مع البيانات، بتساوي بي دي اللي هو الالياس اللي انا عملت له امبورت اللي هي الباندا از بي دي دوت ريد. وهنا زي ما انت شايف عندك فورماتس مختلفه، عندك ريد اكسل، ريد سي اس في، تمام، وعندك ريد جيسون، ريد اتش تي ام ال الى اخره، براكت، هذه كلها عبارة عن data format standard. اوكي، فاحنا حنعمل read CSV. فبفتح قوسين وبدي اخذ البيانات من هنا، تمام. البيانات هذه على سبيل المثال بدي اخذها اللي هي الجولف، فبدي اخذ بعمل عليها right click زي هيك وبختار هنا copy relative path. فبديش اخذ مسارها بالكامل، بدي اخذ الريليتيف باث تبعها بالنسبه للمجلد اللي انا واقف فيه. فبنسخ هذه زي هيك، بحط بين كوتيشن انا عندي هاي المسار، وبس بدي اقلب انا عندي السلاش هذه لهيك، تمام. فبالتالي هاي المسار انا عندي. طبعا لاحظ انه انا جوا مجلد النوت بوك، تمام. لاحظ الدايركتوري ستراكشر انا عندي، انا جوا مجلد النوت بوك، تمام، والريليتيف باث اخده بالنسبه للبروجكت، فانا بدي اخده بالنسبه للنوت بوك هذا. في النوت بوك هذا فبدي اقول له اطلع فوق لمستوى نقطتين، هيك طلعت لمجلد اعلى، تمام. بعدين روح لي على مجلد فرعي اسمه داتا سيت، تمام، روح لي حتلاقي في ملف سي اس في، حمل لي، تمام. بس هي كل ايش يعني شو ترتيبه؟
هجيت النوت بوك تبعي، هيو البلاي جراوند، تمام. هجيت انا بدي افتح مجلد في الداتا سيت، وكانه لاحظ معايا، وكانه قلت له اطلع لي فوق، روح على مجلد الداتا سيت، بتلاقي فيه ملف الجولف. هذا كلام كيف قلت له اياه؟ هي بهذا الشكل، نقطتين، اطلع على المجلد اللي فوق سلاش، روح لي على مجلد فرعي اسمه داتا سيت سلاش، بتلاقي فيه ملف اسمه جولف دوت سي اس في، تمام. هجيت لو كان في نفس المسار، خلاص بكتب جولف دوت سي اس في وخلاص برا يعني. فلكن انه انا بحب انه انا ارتب البروجكت، انا عندي في الداتا سيتس كلها بحطها في مجلد، النوت بوكس بحطها في مجلد، فبالتالي بدك تتعود على هذه الطريقه، انه انت كيف تصل للبيانات، انه انت تطلع مجلد اعلى وبعدين بتروح ترجع للمجلد الفرعي بالضبط، تمام. هجيت حملت الداتا سيت هذه زي هيك، فهي بعمل كنترول انتر او بعمل بلاي من هنا، تمام. طبعا الداتا فريم هذا كيف بدك تشوفه، هي دي اف، طبعا انا في عندي مشكله هنا، انه هو لما اجى قرا السي اس في، اعتبر السيبريتور هو عباره عن كوما، مع انه السيبريتور انا عندي موجود هنا سلاش تي، تمام. فبدي احط باراميتر ثاني هنا نقط كوما، واحط هنا الديليمتر، بتساوي، واحط سلاش تي. واضح عندكم الكود يا شباب ولا اكبر شويه الخط؟ كيف؟ لا لا، هذه انا بس بدي اشرح جزئيه البرسنتاج، تمام. صحيح، نعم. كيف؟ الشرح التفاصيل او ادخل لك على البرسنتايل على طول؟ اوكي، تمام. طيب هجيت ايش انا عندي؟ النيوميريك اتريبيوتس، التمبريتشر والهيوميديتي، كيف؟ احنا اتفقنا انه احنا ايش انا عندي؟ النيوميريك اتريبيوتس، التمبريتشر والهيوميديتي، اوكي. فهجيت انا بدي اجيب الديسكريبشن تبع الداتا سيت هذه، فببساطه بقول دي اف، كبر شوية. طيب حاجات بروح هنا df dot describe، ايش جاب لك في الديسكرايب؟ هنا جاب لك التو نيوميريك اتريبيوتس اللي هو التمبريتشر والهيوميديتي. ايش جاب لك؟ الكاونت 14، عندي 14 سجل، تمام. المين المتوسط تبع درجة الحرارة والمتوسط تبع الرطوبة، الستاندرد ديفيشن اس تي دي، اقل درجة، عفوا الانحدار معياري 0.6 6.5، والرطوبة 9.8، اقل درجة حرارة 64 طبعا بالفهرنهايت، والهيوميديتي اقل نسبة رطوبة 65، تمام. هاي البرسنتاج، تمام. هجد انت عندك المين والماكس، المين قديش انت عندك؟ 64، والماكس انت عندك 85، تمام. ايش معنات الفيرست بيرسنتايل؟ بيرسنتايل معنى ذلك انه انت عندك يعني بقسم لك البيانات، يعني البيانات انت عندك لارباع،
أربع أرباع، تمام؟ فبقول لك إنه الربع الأول من البيانات إنه القيمة تبعته يعني درجة الحرارة أقل من 69. 50% من البيانات درجة الحرارة فيها أقل من 72. 75 من البيانات درجة الحرارة فيها أقل من 78. البرسنتاج ممكن تكون اقل من كده، كيف يعني؟ هي لازم تكون كوارتر زي ممكن 20، ممكن إيه، تكون 20، ممكن تكون 10، ممكن خمسات. ما هو هذا يعني هنا موجود انت عندك لا في خلينا السلايد. نعرف كده يعني اه صحيح، هو يعني بكون لها اسم، لها اسم اللي هو لا بس بعد وين تايد وكذا كذا كذا إيه. إيه. هو في معين عشري، انه هو بكون انه كأعشار، انه بيقسم لك 10% 20%. بالضبط، فانت بتقدر انه انت تختار اللي انت بدك اياه. طبعا هنا ايش بيعرض لك؟ بيعرض لك الكوميوليتيف برسنتج. كوميوليتيف برسنتج، تمام؟ ايش معنات كوميوليتيف؟ لاحظ انت عندك هنا، لاحظ انت عندك هنا انه لما اقول لك انه 75 هذا بيشمل كل البرسنتايل اللي قبله، لانه بقول لك هنا درجة الحرارة فيه انه 75% من البيانات انه درجة الحرارة فيها اقل من 78، فهذا بيشمل الاقل من 72 وبيشمل اقل من 69 بالضرورة، تمام؟ فهيك انت بتقدر انه انت تحدد يعني في البرسنتايل. يعني كانت بالنسبة لي مفيدة جدا، يعني على سبيل المثال كان المطلوب مني انه نعمل استيميشن لقديش تكلفة معالجة ملفات معينة، تمام؟ ملفات بي دي اف، انه بدي استخرج منها بيانات. هلقيت الملفات هذه لو انت اعتمدت بس على الافريج سايز، تمام؟ لنفترض انه والله حجم متوسط حجم الملف 1.3، هل بيساعدك بشكل كتير كبير والستاندرد ديفيشن؟ لا، البرسنتال بيساعدك انه انت تكون سيرتين اكتر. يعني بتقدر تقول انه انت عندك على سبيل المثال لو قلت انه 75 من في المية من البيانات انه حجم السايز تبع الملف الملف، حجم الملف مثلا 1.3، لانه في بعض الاحيان انا لقيت انه الماكس انا عندي 20 ميجا، تخيل. لكن لما اجي اقول والله خمسه، لما اقول 75% من البيانات حجم الملف فيها اقل من 1.3، معنى ذلك انه انا بقدر اتعامل بشكل مريح جدا، انه معظم البيانات حجمها صغير، والبيانات اللي او الملفات اللي حجمها كتير كبير، حجمها 22 ميجا و70 ميجا، يعني قليله جدا. فبالتالي بالضبط، صحيح. اه دكتور مقاييس النزل المركزية تتأثر بالأوتلايرز كتير. صحيح، بالضبط بالضبط. فانت عشان هيك الله ينور عليك، يعني موضوع انه ممكن المتوسط انه هو يخدعك بسبب الاوتلايرز، فعشان هيك انه انت يعني مهم جدا انه انت تطلع على البرسنتايل. فالبرسنتايل يعني بشكل سريع، يعني عشان انه هذه ما تضطرش انه انت بعد هيك انه انت تشغل النوت بوك هذه عشان تشوفها. فممكن انه يعني اوبس، فبحط لك اياها زي هيك. بس عشان تساعدك انه دائما الشغلات هذه الفيجوال انه هي بتساعدك اكتر عشان تفهم ايش معنات انه البيرسنتايل وقديش انه هي مفيدة انت عندك في اتخاذ قرارات معينة. لو على سبيل المثال بدك تحسب استيميشن معينة، تكلفة معينة للبيانات تبعتك بهذا الشكل. اوكي، تمام الأمور لغاية الآن. طيب، حكيت السنترال تندنسي، احنا حكينا عنها المحاضرة الماضية بشكل يعني
سريع هيك، حكينا انه انت بتوصف البيانات تبعتك، هذا كله على سبيل يعني، هذا كله يا جماعه وصف للديتا سيت تبعتك، هذا ديسكريبتيف ستاتستكس، انه انت بتستخدم الاحصاء الوصفي عشان توصف البيانات تبعتك، انه انت تعملها سمري. فمن ضمن المقاييس انت عندك مقاييس النزعه المركزيه. مقاييس النزعه المركزيه بدنا نمر عليها بشكل سريع ونحدد فيها يعني بالتفصيل كل مقياس، اوكي؟ تمام؟ فبالتالي انه انا بدي استخدم السنترال تندنسي عشان اعمل ايدنتيفاي لسنجل فاليو انه تعمل لي ريبريزنتيف او ريبريزنتيشن انا عندي للانتاير داتا سيت. شو معنات هذا الكلام؟ انت عندك العمود على سبيل المثال تبع العمر. عندك 100,000 كاستمر، عندك 10,000 طالب. بغض النظر ايش هم البوبوليشن تبعتك، هل تقدر انه انت تستخدم نقطة واحدة تمثل فيها كل البيانات؟ فبدك تستخدم مقاييس النزعة المركزية عشان انه ال 100,000 هدول او ال 10,000 هدول انه انت تقدر انه انت تمثلهم بمقاييس النزعة المركزية. تمام؟ فبالتالي انه هم يعتبروا ريبريزنتيتيف للانتاير داتا سيت انا عندي. لا مش بالضرورة. ما هو الانحياز هذا انت بتقدر انه انت تكشفه يعني، عشان هيك انت عندك اكثر من مقياس للنزعه المركزيه، في عندك مقاييس التشتت بتقدر انه انت تشوف فيها قديش تشتت البيانات، وهل انت فعلا تعتمد على المتوسط لا، ولا بدك انه انت تعتمد على شغلات ثانيه زي الميديان والمود. تمام؟ اوكي، يبقى المقاييس تبعتي هي المين والميديان والمود. تمام؟ المين كلكم تعرفوا المين، متوسط. تمام؟ يبقى انت في عندك سكورز معينه، نيوميريكال سكور، فبالتالي انه هو بيمثل عباره عن مجموع على التوتال، المجموع على التوتال. تمام؟ يبقى لو انت بدك تصيغه يبقى السميشن للاكس لو كان متغير تبعك اكس، تمام، على بتقسمه على كم انديفيجوال انت عندك ان انديفيجوال. تمام؟ يبقى المين هو عباره عن البالانس بوينت للديستريبيوشن، ولكن انه هو ممكن يخدعك اذا كان توزيع البيانات مش نورمال. يعني على سبيل المثال اطلع لي هنا، يعني انت عندك هنا هذا عباره عن ارقام، والهيستوغرام هذه بتمثل انت عندك فريكوانسي. تمام؟ لاحظ انه انت عندك المتوسط رايح هيك شويه بالاتجاه هذا، لانه هو فعلا المتوسط هو بيمثل مركز البيانات. لو اعتبرت انه هذه عباره عن سفينه وبدك توجد مركز السفينه، مركز الثقل تبع السفينه، فعليا انه هو المتوسط ممكن يجيب لك اياه انه يعني بهذا الشكل بناء على توزيع البيانات تبعتك. كيف؟ بالضبط. طيب متى المين، هاي اللي بيهمنا في الموضوع، متى المين انه ما بنفعش؟ لما الديستريبيوشن تبعك بيحتوي على اكستريم فاليوز. تمام؟ فالاكستريم فاليوز هذا بيؤدي انه هي تجذب المتوسط انت عندك لناحيتها، وهو فعليا بيمثلش انه مركز البيانات او مركز ثقل البيانات، لانه تم يعني جذبه لناحيه الاكستريم، يعني صار له ديسبليسمنت. تمام؟ فبالتالي بطل سنترال. بالضبط بالضبط صحيح. ممكن انه انت يعني تطبق خطوه انه انت تشيل البيانات الشاذه في الاول، ريموف للاوتلايرز في الاول، وبعدين ترجع تحسب المين بعد الاوتلايرز. تمام؟ ولكن في عندك طرق تانية زي مثلا المود، ممكن انه هو يساعدك. هلقيت لو المين والمود
عفوا الميديان، المين والميديان بسيط. كانوا قراب من بعض، معنى ذلك انه انت فعلا بتقدر تتاكد انه المين تبعك سليم وبتقدر انه هو تعتمد عليه. لكن لو اختلفوا هذا بيكون فعلا انه في مؤشر انه عندك البيانات انه فيها اكستريم فاليو وتم ازاحه المتوسط ناحيتهم. تمام؟ هذا الويتد مين بالضبط. هذا ما هو انت كيف بدك تحدد الرينج تبع البيانات؟ كيف بدك تعرف انه الرينج هذا طبيعي ولا مش طبيعي؟ انه هل هذا اوتلاير ولا اوتلاير؟ انا فاهم عليك انه انت بتقول انه والله اذا كان رينج البيانات بين كذا وبين كذا فبالتالي انه الويت تبعه حيكون مثلا 0.9، واذا كان القيمة أعلى من كذا فهي بتكون أوتلاير، فبالتالي الويت تبعها بيكون 0.1 مثلا، شغلة مثل هيك. ولكن إنه كيف السبيل إلى تحديد نطاق هذه القيم يعني؟ فبدك تلجأ لمقاييس زي مثلا ممكن البيرسنتايل، إنه أنت تلجأ لها عشان إنه أنت تشوف قديش توزيعة البيانات. ولكن فعليا الميديان مفيد جدا. الميديان لو انت فكرت في البيانات انه هي عباره عن اوردينال سكيل ورحت انه انت رتبتهم، فبالتالي انه المين انت فعليا المين انت بتقدرش تحسبه للاوردينال، لانه هي مش ارقام. لكن الميديان انه انت بتقدر انه لو كانت انه اوردينال سكيل بتقدر انه انت تحسب لها النقاط. تمام؟ فبالتالي الميديان لو انت عملت ليست للديستريبيوشن تبعك للبيانات تبعتك تمام بشكل مرتب من الأصغر إلى الأكبر، الميديان هو عبارة عن الميد بوينت للليست تبعك. يعني أنت رتب البيانات أنت عندك من الأصغر للأكبر، خذ النقطة اللي في المنتصف بالضبط، هذه بتكون الميديان. والميديان مفيد كتير كتير جدا يعني. ممكن انه انت تقارنه بالمتوسط بالمين، اذا كانوا كتير متقاربين مع بعض معنى ذلك انه المين تبعك انه هو ريبريزنتيف، وممكن انه انت تعتمد عليه كممثل للبيانات للانتاير بوبوليشن. حسب السكيل تبع البيانات يعني، انت عندك الايج مثلا لو انت قلت والله انه بلس ماينس 5، انت في عندك اتريبيوت تاني مثلا على سبيل المثال زي الانكم. الانكم انت عندك السكيل تبعه انه بحسب الدخل السنوي، فبكون بالالافات بعشرات الالاف، فبالتالي انه قديش الرينج على حسب السكيل تبع المتغير انت عندك. تمام؟ يعني هذه بس انه كيف انه انت تحسب المين، انه انت يعني ممكن تاخذ ال انا بحكي للبيانات الزوجيه والبيانات الفرديه، يعني ممكن تحسب صحيح المين. بالضبط. لما تكون انت عندك الليستة فيها يعني فردية، فبالتالي انه خلاص تاخذ النقطة اللي في المنتصف. تمام؟ لكن لما تكون انه هي زوجية فبالتالي انت بتكون في عندك نقطتين، فبتروح بتاخذ يعني تو ميدل سكورز، فممكن انه تكون انه منتصف المسافة بيناتهم. تمام؟ هذا مثالين على المين يعني على الفريكونسي. الميديان زي ما حكينا انه الادفانتج تبعه هو ريلاتيفلي ان افكتد باي اكستريم سكورز، يعني اكثر فائده للميديان انه ما بيتاثر انت عندك بالقيم الاكستريم، لانه هو بتطلعش على القيم بالضبط. تمام؟ فبالتالي ممكن انه انت تعتبره انه لازم يضله في السنتر انت عندك تبع البيانات تبعتك. تمام؟ المود تعريفه انه هو الـ most frequently occurring category انت عندك في distribution معين. فبالتالي انه انت يعني او بدك تحسب القيمة الأعلى تكرارا وتحسبها انت عندك للكاتيجوريز، واذا كان انه الـ variable تبعك numeric
فبدك تحوله لكاتيجوريكال، بدك تعمل له ديسكريتايزيشن. يعني على سبيل المثال العمر، انت عندك 13 17 23، ممكن انه انت تحوله لفئات، تمام، من 15 ل 20، من 20 ل 25. فبالتالي انت ممكن انه انت تحسب القيمة الاكثر تكرارا بهذا الشكل، وممكن انه انت تحسبه على يعني للنيوميريك فاليو، لانه هو مجرد انه هو بقيس قديش انه الفاليو هذه انه الها اعلى تكرار، تمام. حكيت الباي مودل ديستريبيوشن، معنى ذلك انه البيانات انه ما بتتبع ديستريبيوشن واحد او ما الها مود واحد، ممكن تكون الها باي مودل، معنى ذلك انه بيكون في الها نقطتين تعتبر اكثر تكرارا، زي وهذا كلام انه احنا حكيناه، يعني انه ممكن انه انت تلاقيها كثير في علامات الطلاب. علامات الطلاب فيها حتلاقي انه طلاب كثير ناشئين على الحفة، وفي طلاب كوم تاني، بديش اقول انه كتير برضو كوم تاني، انه هم جايبين على سبيل المثال جيد جدا او امتياز. فبالتالي انت ممكن انه انت تعتبر انه انت في عندك تو مودز. يعني الشيء هذا فعليا مش توزيع طبيعي. لا، مش توزيع طبيعي، تمام. اوكي، يبقى هنا في السنترال تندنسي انه احنا ركزنا على 3 مقاييس، ايش هي؟ المين والميديان والمود، تمام. وحكينا انه هدول الثلاثة يعني ما بينفع بس انه اطلع على المين، لازم اطلع عليهم هدول الثلاثة. اوكي، تمام.